السلام عليكم. نيجي للجزء الخامس في الماسكينج، انه انا عندي مثلا شكل وفي داخله موفي كليب. الموفي كليب في صور بتتحرك او بتتقلب زي البوم صور. نيجي نطبق الشغل على برنامج الانيميت. انا هيت عندي الصفحة الجديدة، اللايبرري فاضية، المكتبة. خلينا نجيب 3 صور، هاي الاولى، ثانية، ثالثة. هيني سحبتهم حطيتهم وين؟ في اللايبرري. نعتبر أنا سحبت أول صورة، أجيت هاي الصورة عملت له موديفاي كونفيرت تو سامبل. السامبل هذا أنا بدي أحوله لموفي كليب عشان بدي أعمل داخله حركة. هي زي ما انتم شايفين دخلت عليه، طلع ايش ببين لك شكل الترس، بقول لك هيت انت بدك تشتغل موفي كليب في حركة. هاي الصورة الأولى، باجي هنا بجيب الصورة الثانية، كمان طبقة بجيب الصورة الثالثة، هيك صار عندي 3 صور. 3 صور انا بدي اعلم عليهن، بالدور اعملهن ايش، كلاسيك توين، عشان انا بدي اعمل عليهن حركة او بدي اعمل عليهن شغل شفافية داخلين في بعض. طيب، وهي كمان اللي عندي الان. طلع علي، بدي اجي انا اقف هنا، وانا واقف هنا مبين ايش الصورة الاولانية هاي مشت لعند الهان وظلت ايش مبينة، مش مبين اشي من تحتيها. نيجي هنا على الخصائص، بدي اضغط على الفريم هذا، هان شايفين كيف بضغط على الفريم هذا واضغط على الصورة. مجرد ما اضغط على الصورة بيجي لي هنا الكلر افكتس، في حاجة اسمها الالفا. اول ما امسك الالفا بيجي لي عداد من 0 ل 100، بقول له 0. فهو ايش عمل لي؟ طلعوا هنا كانت 100% الصورة، مشى 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 صارت 0، بين مين؟ الفريم اللي تحت. باجي بعمل هنا F6 وروح بضله ماشي، فهي لقيتها طفت. اجى الدور ايش الصورة هاي اللي تحت ظلت ماشية، عندها بدي اخليها تطفي. طلع كيف بدي اضغط ضغطة، لازم اضغط ضغطة على الصورة هان، واجي على الفا وهيت بعملها 0. طبعا بين الابيض اللون الستيج لانه فيش اشي تحت، فانا بدي اروح امد هذا. طلع ايش بيصير، بروح بمد هاد كمان شوي عشان يضل مبين، فصار طلع كيف عند التدرج في الصور. باجي برجع من هان ضغطة واحدة برجع للسين، هالوقت انا صار في عندي ايش، صار في عندي حركة داخل الفريم الواحد هاد، جواته في حركة. بدي اجي اضيف لاير جديدة. اللاير الجديدة هذه المرة بدي اجيب شغلة جديدة من النت، اعرفكم على هالموقع اسمه فلات ايكون، اللي بيعرفوش هذا بنزل اشكال، ممكن تنزلها ملف فوتوشوب، ممكن تنزلها ملف اي بي اس فيكتور، يعني انت قادر تغير وتعدل عليه، وانت قادر كمان تنزلها اس في جي. مثلا انت بدك تهيأ بدي الورد هذه او الوردة هاي، هي عندي مجموعة صارت من الورد، بيجي لك هنا بيقول لك هاي الكوليكشن تاعك، تيجي بتقول له داونلود، انت نزلهن اس في جي. الاس في جي افضل شيء لانه فيكتور، بتقدر تعدل على شكل الوردة لو انت بدك تعمل، مجرد ما تضغط تقول له فري داونلود. اوكي، هيت انا مثلا صار في عندي الشكل هذا، بعمل له اكزاكت مثلا هير. نيجي نشوف الملفات اللي اجت عندي، فايات انا نزلت عندي الملفات اللي انا نزلتها اللي هي الايش الاس في جي. فانا باجي بسحب الملف من هنا بحطه وين في الملف الجديد، هيتها بيجي لي خيارات كثيرة للاس في جي. خليك على اول واحد، تمام، تقول له كل الرسم اللي مرسوم جيب لي اياه في لاير واحدة فقط، ما تجيب ليش كل قطعة من قطع الوردة في لاير لحال في طبقة لحال، لا هات لي اياهم كلهم شكفة واحدة. طلعوا كيف جابوا معانا كلهم في طبقة واحدة.
هيات الشكل اللي انا جبته. في شغلة مهمة لو بدك تشتغلوها هنا، بتعمل له بريك ابار، طلعه. لما عملت له بريك ابار جاب لي اياها شقف، شايفين؟ كنت قادر اجيب كل شكل في طبقة. طيب بعمل له كمان مرة بريك ابار، اكسر شكل شيب. بعد ما انا احوله شيب باجي بقول له والله انا بدي احوله لسيمبل، بختار جرافيك مش موفي كليب لان انا بدي يضل ثابت. هيات عملته جرافيك، باجي بالزر اليمين وبعمل ماسك، شوفوا ايش ظهر عندي. ظهر عندي بس كل الصور اللي ورا ظهرت عندي من خلال الوردة. كنترول وانتر، نشوف الشكل كيف بده يطلع عندي. هيا شايفين كيف الصور بتتقلب داخل الوردة؟ شكل جميل جدا. هيك بكون خلص درسنا الأخير، هيك صرنا شارحين 5 أنواع من الماسك. أذكركم تشتركوا في القناة، اللي عنده أي استفسار يكتب تحت في التعليقات، متنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل إشي جديد، ويعطيكم ألف عافية.